السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج البيت. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب بإذن الله. مفيش شك إن الشخصية المصرية فريدة من نوعها، كلها جدعنة، شهامة، مواقف ثابتة كده بطباعها وعاداتها وتقاليدها اللي عشنا عليها وبقت خلاص هويتنا. ليها سمات كده مميزة الشخصية المصرية اللي بتخليك دايما تشوف الشخص ده تقول على طول ده مصري، مصري أصيل، مغروس فيه كده الأصالة فيه من سنين. وطبعا لأن العوامل اللي حوالينا بقت متغيرة وكتيرة جدا، زي التكنولوجيا الحديثة اللي بقت بالتأكيد ليها أثر كبير جدا على شخصيتنا. بس يا ترى إيه بقى اللي اتغير في الشخصية المصرية؟ ده اللي احنا هنناقشه بقى النهاردة مع ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، الدكتورة ريهام محيي الدين، استشاري علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيكي. بنتكلم عن السمات الشخصيه المصريه، بس انا طبعا قبل بقى ما ندخل في الشخصيه المصريه والسمات وكده، هو فعلا لكل شعب او لكل بلد بتكون ليه سماته الخاصه بيه؟ وايه السبب، ايه اللي بيخلي فعلا الشعب ده بيتميز بحاجه او طباعه؟ يعني تلاقي مثلا في شعوب تقول لك ده الشعوب دي عصبيه، طف قوي في طريقه حوارها، مش جدع، باردين مثلا. بنقعد نسمع المصطلحات دي كتير، يقول لك شعب مصري ده دمه خفيف، ده جدع. ايه اصلا اللي بيميز ده؟ طبعا فعلا زي ما حضرتك بتقولي، كل شعب بيبقى ليه سمات خاصه بيه، بتكون نتيجه الثقافه البيئه اللي موجود فيها. يعني مثلا المصريين اللي عاشوا على ضفاف نهر النيل بيهتموا بفكره الاستقرار، لان هم بداوا بالزراعه واستقروا على جانبي نهر النيل لسنوات طويله. صحيح. حتى بعد سنين لما عدت وبداوا المصريين يسافروا للعمل الخارج او الدراسه، كان بيظل فكره الحنين للوطن والارتباط بالبلد هي اللي بترجعهم مره تاني. صحيح. وانه مهما سافر تبص تلاقيه واخد سيفونير من مصر، مرتبط بحاجات، بلبس، بعادات، بتقاليد. وده نتيجه السمات الاستقرار فيها والبقاء على في مكان محدد، اللي هو فكره النهر والاماكن والامان. يعني احنا خدنا ده على فكره في التاريخ فعلا زمان. يعني فضلا عن ان المصريين في متغيرات كتيره تدخلت معاهم، يعني مثلا رغم مثلا دخول كتير من زي مثلا الاحتلال الانجليزي او الفرنسي او غيره، الا ان احنا ممكن يكون عندنا فكره الانفتاح كسمه. يعني انا ممكن انفتح على بلاد اخرى وثقافات، ولكن اظل محتفظ بالهويه بتاعتي. يعني هو بتاعتي لا ما تتغيرش. تلاقي المصريين مرتبطين بفكرة الجدعنة، الشهامة، احترام الكبير، وده بيختلط شوية بالدين برضو، لأن احنا عندنا فكرة التدين دي، وبرضو دي ناتجة عن إن المصريين منذ القدماء المصريين عندهم فكرة الإيمان بالبعث وبالخلود، ظهور الأنبياء بعد كده، ميلاد سيدنا موسى على أرض مصر. فده خلانا سنة ورا سنة بنكون سمة زي فكرة سمة التدين. يعني حتى مهما حاد عندنا نتيجة أي متغير جديد طرأ عليه، إلا إنه بتظل فيه سمات ليها قدر من الثبات غير قابله للتغير. جميل. يعني اللي دلوقتي نقدر نقول ان اللي بيحدد سمات او طبيعه شخصيه الشعب بيبقى نتيجه البيئه، نتيجه الظروف اللي بتكون عنده، متغيرات السياسيه متغيرات والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتخش على المجتمع، ده بيأثر طبعا. كل ده. جميل. طب تعالي بقى نركز في الشخصيه المصريه. يعني طول عمرنا كده يقول لك اي حد انت مصري، ده السؤال على طول، بمجرد حتى الشكل بتاعنا معروف ان احنا كده مصريين. شايفة يعني من تحليل حضرتك لدايما الشخصية المصرية، ايه سماتنا إيه على طول بقى من ساعة ما مصر يعني اتخلق؟ طبعا على مدى السنوات في دراسات كتيرة جدا اتعملت على الشخصية المصرية، وكانت تقريبا كلها بتتفق على نقاط محددة. طبعا زي ما قلنا فكرة التدين، طبعا الانفتاح، فكرة الانفتاح بمعنى انفتح على ثقافة تانية لكن ما اتغيرش، ما نتغير. عندنا فكرة الجدعنة، المصري فهلوي، يعني بيجي في حتت معينه كده يعني وبتمشي وبتمشي لدرجه مثلا ان انت ممكن توقفي حد تساليه العنوان الفلاني فين، ما يعني ما يعرفش يقول لا. صحيح. ممكن يوصف لك عنوان هو مش عارفه. صحيح. طبعا فكره الشهامه، فكره المشاركه في المناسبات سواء كانت حزينه او مفرحه. يعني احنا يظل مهما كان نعرف بعض او ما نعرفش بعض، وسمعنا انه في شخص توفي او في فرح، في نوع كده من المشاركه الاجتماعيه، بنحب نشارك. احنا بنحب نشارك. عندنا الاعياد بتاعتنا منذ القدماء زي شم النسيم بما فيها العيد الفطر، عيد، عندنا طقوس خاصه بينا.
لو رحتي اي بلد تانية ما تحسيش مش حسيش بيها. يعني اي حد حضرتك حضر رمضان في مصر وجه سافر اي بلد بيجي يقولك انا ما حسيتش برمضان. صح، ليه؟ رمضان في مصر حاجه تانية. ليه الشعوب الاخرى بتيجي، يعني بالذات كمان الدول العربيه يحبوا ينزلوا في شهر رمضان يقضوا عندنا، لان احنا لنا طقوس خاصه بينا مهما مرت السنوات فنظل عندنا الخصوصيه دي. الله. عندنا فكره يعني لمه العيله والاسره والتفاعل، ولكن حته حضرتك قلتيها طبعا تكنولوجيا اثرت جامد. تكنولوجيا اثرت لان احنا بقينا نستسهل بقى. ممكن نبعت بدل ما نقول لحد كل سنه وانت طيب فيس تو فيس وازوره، ان انا ابعت له رساله على الواتساب او على السوشيال ميديا فيسبوك او تليجرام او واقول له كل سنه وانت طيب. صحيح. طب التكنولوجيا حضرتك قلتي بالرغم من اي حاجه ممكن تدخل علينا، لا بس بتفضل هويتنا كده زي طبعاً. ما هي ما بتتغيرش. في اساسيات. اساسيات بالظبط. طب شايفه بعد دخول التكنولوجيا كده على حياتنا الانفتاح الزياده عن اللزوم، لان طبعا التكنولوجيا غصبا عننا بقت خلاص بنشوف العالم الاخر بالظبط، وكمان بننفتح على ثقافات عادات وتقاليد حاجات تانية بنحب نقلد بشكل او باخر. تمام. بس برضو احنا ما زلنا مصريين، بس شايفه فعلا في حاجات كتيره اتغيرت في السمات الشخصيه المصريه. بس اقول لحضرتك حاجه، التكنولوجيا زي ما احنا متفقين هي لها ايجابيات طبعا. فكره حولتنا العالم كله لقريه صغيره. طب اللي كنا في صعوبه ولكن للاسف هي برغم كل هذا التواصل، برغم الانفتاح على المعلومات الضخم جدا، تطبيق فكره التحول الرقمي طبعا واللي موجود هنا وبقت مصر طبعا من الدول اللي خدت يعني تقدم في هذا المجال. صحيح. الا اننا دفعنا ثمن التكنولوجيا كتير جدا. يعني اذا كانت فكره لمه العيله عندنا كانت مهمه والتفاعل والاسره، دلوقتي احنا ممكن نروح نزور بعض وتلاقينا كلنا حاطين ماسكين التليفونات وبنبتدي نراسل نواصل نتابع النوتيفيكيشنز الاشعارات طول الوقت. صحيح. اصبح مثلا من اهم مضيعات الوقت. اما يعني انا كان عندي النهارده محاضره عن الوقت، فانا بتناقش ومجموعه من القضاة هم نفسهم قالوا من اهم مضيعات الوقت تليفون. مكالمات التليفون ومتابعه مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. ما بقيناش نقدر نتوقف. اولا لان معظم الوظائف على اختلاف انواعها بتتواصل عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. عايزه تبعتي شغل تتواصلي مع جروب الواتساب. المدارس بتبعت كل شغلها على ده. صحيح. فانت اصبحتي مجبره على انك تتواصلي عن طريق السوشيال ميديا، وده سرق مننا وقت. ثانيا احنا ما بناخدش بالنا ان احنا واحنا بندخل على السوشيال ميديا ان احنا بنفقد كتير من طبيعتنا احنا كبشر. يعني بعد شويه هشعر بالوحده والعزله النفسيه، قد اصاب بالاكتئاب، قد اصاب بشره، يعني تناول كميات كبيره من الطعام دون ان اعي ذلك، او افقد وزني لاني نسيت اكل وانا قاعد ساعات على مركزه في حاجه ثانيه. خلاص انا تركيزي بدا. يعني خليني اقول لك ان فكره ادمان الانترنت او ادمان السوشيال ميديا، اي شخص بيقعد اكتر من 40 ساعه في الاسبوع اصبح انترنت ادكشن، مدمن الانترنت. وهو انا دون وعي يوم عن يوم ده بيحصل. هل ده افقدنا؟ طبعا افقدنا كتير. لان احنا بقينا نستسهل، العلاقات الاجتماعيه قلت، الزيارات العائليه قلت. صحيح. تفاعلنا داخل المنزل الواحد قلت. ثانيا كتير من الاضطرابات النفسيه اللي بقى يعاني منها الاطفال والكبار اساسي السبب فيها التكنولوجيا. يعني لما بقينا نتكلم عن اطفال بيعانوا من فرط الحركه، بيعانوا من مشكلات نفسيه، بيعانوا من ده، لما تيجي تدوري للاساس وجزء كبير من سببه انه بقى نتيجه انترنت ادكشن او مواقع التواصل الاجتماعي او غيره. مدمن على طول ماسك التليفون من هو صغير. ماما عايزه ترتاح ولا تعمل حاجه وراه مدياله التليفون، خلاص ادمن. برغم ان صحيا ونفسيا المفروض ان الواحد وفقا لمرحلته السنيه بالذات الاطفال ما يقعدوش اكتر من ساعات معينه. يعني انا ما ينفعش طفل عنده 5 سنين يقعد اكتر من ساعه على الموبايل. لانه ده بيأثر نفسيا وجسميا عليه. احنا ككبار يعني يمكن شويه برغم وعينا وادراكنا ليه انه ممكن تكون ده بيسرق مننا وقت قد ايه، لكن زي ما قلنا دراسه وشغل وعلاقات وتفاعل بقت عن طريق السوشيال ميديا ده حتى مناقشاتنا واحنا قاعدين مع بعض عن اللي حصل اللي احنا شفناه على السوشيال ميديا من موضوعات قضايا حاجات مجبرة. اخبار بنتناقش فيها. يعني لو حضرتك حد جه يكلمك عن احداث غزه مثلا وانت عايزه تتابعي، وانت زي ما حضرتك بتشتغلي او بتتابعي الاولاد، بقت اسهل حاجه عندك تمسكي الموبايل وتتابعي بعض المواقع الاخباريه وبقت هي الاسهل. صحيح. طيب برضو يعني ده دي مشكله كبيره قوي. طب شايفه حضرتك
نعمل ايه؟ يعني فكره الاب والام لازم بحزم شديد، بس المشكله فينا احنا كمان، احنا حتى الاباء والامهات بقوا بيمسكوا التليفون اكتر من برضو ولادهم غصب عننا، لان في شغل زياده، في متابعه المدارس. هو الصح المفروض نعمل ايه في حاجه زي كده؟ احنا محتاجين نبذل مجهود شويه في ان احنا نرجع نعيد نفسنا لفكره التفاعل داخل المنزل. اولا فكره يعني دلوقتي ممكن تسالي ابن حضرتك هيفضل يقعد على الموبايل او التاب اكتر ما يخرج، يعني مثلا قلت له تعالى نخرج، انا اعمل ده بقى يعني تبقى زي قاعده. يعني يوم كذا خلاص يوم الجمعه احنا ده يومنا وهنتفق وهنخرج، مفيش تليفونات، نرجع بقى خلاص ونخرج من غير التليفون. يعني انا باجي دلوقتي لابني احنا خلاص خارجين، لا بعد اذنكم سيبوا التليفونات علشان تحسوا فعلا بتغيير حقيقي. صح، نتكلم مع بعض، نتكلم بقى حاجة. ثانيا نرجع بقى لفكره نشغل فيلم او برنامج لطيف ونقعد نتفرج سوا. ونعمل بقى زي السينما ونعمل فشار ونقعد نتكلم فيبقى في قدر من التواصل، ونتناقش في الفيلم وايه رايك وكذا، ونهزر ونضحك ونتناقش عملت ايه النهارده. ما دلوقتي ما حدش بيجي، لما ابنه يجي طب اقعدي بقى اساليه، ما انا الاقي ليه فجاه الاقي ايه مثلا الام جايه تقول شكوى انه في الولد عنده مشكله في المدرسه، طب هو حضرتك بتتواصلي معاه لما بيجي؟ بتساليه يومك كان عامل ازاي؟ لازم انا كأم او كأب استغرق اخد جزء من وقتي، اعود ابني شويه يوم ورا يوم انه جزء اساسي في تفاعلنا ان انا اعرف يومك كان عامل ايه. يومك كان عامل ايه دي هتفهم ابني انه لازم تتفاعل، لازم تحكي لي وانا احكي له، وانا احكي له اعوده ازاي يومي كان عامل ايه. تصدق انا رحت الشغل النهارده وكذا وحصل، فهحسسه ان في حاجه هو كمان يعملها. ايوه، ده هيرجعنا لمزيد من التفاعل الاجتماعي مره ما بيننا. نرجع كمان لفكره الزيارات الاسريه. تمام، لان الزيارات الاسريه بس نتفق مفيش تليفون، مش هناخد التليفون معانا، ويبقى اتفاق مع الاسره الكبيره والصغيره، ده هيرجع يخلق تاني نوع من انواع التفاعل، نوع من انواع التفاعل، ويرجع لنا السمات اللي ابتدينا نفقدها. ايوه، واللي اثرت سلبا علينا. صحيح. طب ده حلو جدا، يعني احنا عشان خلاص التكنولوجي بقت حاجه في حياتنا مجبرين عليها. لا مفر منها. واحنا كبار صغيرين الكل بيتعامل معاها، بس احنا عايزين برضو برغم ده نربي ولادنا على هويتنا المصريه. انت بتشوف حاجات بره من سمات، من عادات، من تقاليد، من ثقافات، حاجات كتيره جدا مختلفه، بس لا احنا لازم نحافظ على هويتنا المصريه، عاداتنا، تقاليدنا، ثقافتنا. نربيهم ازاي على ده في وسط بقى الكم الهائل من التكنولوجي ده؟ انا عايز اقول لك ان في حاجه حلوه قوي عملتها وزاره التربيه والتعليم بالظبط من 2018. لما دكتور شارق شوقي وزير التعليم السابق الاسبق عمل كتاب، يعني مش هو اللي عمل، يعني كان تم ادخال منهج القيم واحترام الاخر، الاسكس، الاخلاق. ليه مسته كايه الكتاب ده؟ انا ده كان اقتراح طالب. لا ده وموجود على فكره، وبيدرس من كي جي 1 لغايه برايمري 6. حلو جدا. ايه الجمال في الكتاب؟ لو حضرتك عايزه تعلمي حد حاجه ما تقفيش تقولي له صح وغلط واعمل، لكن لازم تخاطبي ثلاث حاجات: وجدانه وسلوكه ومعارفه. الكتاب ده عامل كده، يعني وهو بيعلم قيمه التسامح جاي بيقول له مبدئيا كده في السيشن يعني ايه تسامح، وبيقعدوا يتناقشوا في السيشن. انا عرفتها بقى في ايه؟ لما جه ابني كان من ضمن الاطفال اتطبق عليه المناهج الجديده. الله. فلقيته جاي يقول لي على فكره ما ينفعش حد يقول لحد كذا. قلت له ليه؟ قال لي ده تنمر. جميل. عرفت منين يا احمد؟ قال لي من حصه الاسكس. اللي يزعلك في الموضوع ان مدارس اللغات مهتمة جدا بده للأسف الشديد، وده أنا يعني ده نداء بقى من عندكم. لابد المدارس الحكومية تهتم بتدريس مادة الإسكس اللي هي الأخلاق. ليه؟ لأنه بقول لحضرتك بيعلموا القيمة، كان يقول له معرفيا يعني إيه تسامح. بس على فكرة ده موجود يا دكتور دلوقتي، ده مهتمين جدا بفكرة الأخلاق وإن إحنا نعلم ولادنا يعني. بس البعض بيسيب الكتاب مش بيهتم بيه، رغم إن الكتاب قيم جدا. أنا عملت تحليل مضمون لثلاث سنوات منه، لقيته بيدرس قيم من أهم التسامح، احترام الآخر، الحب، كل قيمة، احترام رأي الآخر، احترام رأي الآخر، احترام الكبير. وبعدين في حاجة بقى حلوة قوي في المناهج الجديدة، إن المنهج ماشي كتاب احترام الآخر واللغة العربية والدين، هتلاقي مسمع فيه نفس القيم. لو يعني هنا دول وزارة التربية والتعليم عاملة دور بصراحة محترم جدا، بصراحة جدا في الجزئية دي. على الجانب الآخر أنا كمان وأنا محتاجة، وأنا بصي حضرتك لازم تبقي قدوة لابنك. طبعا ما تقوليش لابنك سيب الموبايل واحنا خارجين وحضرتك واخده بقى التليفون وماسكاه، انت لازم هتحتاجي تكلمي، لازم ابقى قدوه كمان. اوكي، ده في حاجه كمان يا دكتوره برضو، فكره الاهتمام باللغه العربيه، يعني سياده الرئيس
يعني يا جماعه اللي هو ما ينفعش لغات مش لغات، لازم دي من ضمن هويتنا المصريه، فكره اللغه العربيه. احنا لازم نبقى متعلمين، ايوه اتعلم لغات تانية، ادرس حاجات كتيره، بس فكره اللغه العربيه دي من اساسيات طبعاً الهويه المصريه. فادي لغه عربيه، الاخلاق، والحقيقه في اهتمام فعلا كبير بده دلوقتي، وكان قرار جيد جدا من سياده الوزير عبد اللطيف انه محمد اللطيف قال مدارس الانترناشونال كانوا بيتعاملوا مع اللغه العربيه والدين والدراسات جاست بس عدي بس. لا قال لك ده اساسي طبعا، لانه ما ينفعش ابقى واحد انا مصري وعايش في مصر ولا اجيد اللغه العربيه ولا واقدر اتكلم انجليش كويس جدا لكن لغتي فقدتها، يبقى انا فقدت هويتي. بالظبط كده، جميل. طيب حضرتك كده يعني فتحنا شويه حاجات، نرجع برضو لسؤالنا الاساسي اللي هو ازاي برغم كل الحاجات الجديده اللي دخلت علينا حياتنا من تكنولوجيا، عادات، ثقافات، حاجات كتيره، ازاي اربي ولادي ان هم مهما تعرضوا لاي حاجه وشافوا اي حاجه نفضل محافظين على هويتنا المصريه وسمات الشخصيه المصريه العظيمه. اولا عايزين نرجع نشجع على القراءه. القراءه مهمه قوي. يعني انا عملت كده مكتبه صغيره وخدت ابني ساعه معرض الكتاب او اي مكتبه وجبت مجموعه كتب وتكون باللغة العربية، وبعدين الكتب بتبقى في المعرض مصنفة وفقا للمراحل العمرية. جميل. لأنه لو قرأ حاجات من تاريخه ومن حياته وأقعد أقرأ معاه كان صغير ونتناقش ونفكر. كمان زيارة المتاحف، يعني أنا رحت مرة زيارة المتحف المومياوات، حاجة فوق الروعة. وهناك في جايدز بيشرحوا صحيح الموضوع وبيتكلموا، فأنا اكتسبت حاجة. الناس مركزة على فكرة إن أنا أروح المولات اتفسحوا وانجوي وكل حاجه، لكن انا محتاج شويه ارجع ابني يشوف يعني ايه ده. المتحف المصري الكبير اللي اتعمل فيه افتتاح جزئي برضو حاجه رائع. يعني اكتر من رائع، اكتر من رائع. لانه كل الحاجات دي احنا ممكن نفتكر انها بتعدي كده، مفيش حاجه بتعدي على دماغ الطفل كده. صحيح. لو في تكاتف ما بين فكره انا كاسره بساعده على فكره انه يزور متحف ويقرا كتاب، والمدرسه بتعمل منهج الاحترام الاخر، والاعلام في يبقى فيه تنويهات عبر القنوات في بعض الحاجات اللي تتكلم عن الهويه، عن الوطن، عن صحيح احترام قيمه الوطن و ده بالتفاعل ما بينهم جميعا، يبقى احنا هنرجع نثبت تاني فكره قيمه الوطن والهويه وما الى ذلك. جميل. يعني فكره الزيارات اللي لازم للمتاحف المصريه عشان نعرف تاريخنا، لان التاريخ ده اساسي مهم قوي. بالظبط. طب العادات المصريه بتاعتنا، يعني دايما لينا عادات وتقاليد كده زمان، ده حتى الدين يعني حتى حسينا عليها، فكره الجار خلاص النبي وصى على سبع جار زي ما دايما بنقول، فكره ان احنا كنا بندي لبعض الاطباق اللي رايحه جايه في المناسبات والله وغير المناسبات كمان، الاكل، الافراح، الحاجات دي نرجع ازاي عاداتنا دي تانية يا دكتور؟ ان فعلا التكنولوجيا خدت من الحاجات دي كتير جدا جدا، يعني سلوكياتنا احنا كاباء وامهات هو مرآة لولادنا. فهو لو شايفني انا يعني نبدا مننا احنا بسمع، يعني الولاد اذكياء جدا جدا فهو طول الوقت مركز معاكي بيشوفك بتعملي ايه وبيقلدك. لو شاف حضرتك سمعتي انه حد مريض فتحت وقلت له تعالى نزور المريض، لانه دي زي ما عارف فيها جانب اجتماعي وجانب ديني. عياده المريض امر ربنا سبحانه وتعالى والرسول حسونا عليه، تعالى نروح نزور فلان لانه مريض. في الاول يقول لك يعني روحي انت، لا تعالى بس معايا لانه ده معناه ان انت بتهتم بالاخر و و و و هيروح بيعرضوا فعلا الموضوع بيعرضه. ده جدا اي شيء عشان تغيريه يبقى فيه مقاومه في الاول. لا ما انا اروح النادي احسن، ما نقعد على التاب احسن، ما نزور صاحبي تعالى. ما هو انت بعد كده لما يبقى ولو عرفت ان صاحبه مريض انا مستعد اروح معاك اوصلك واستاذن ويطلع روح شوفه. يبقى انا هعوده ان ده جزء من السلوك المفروض يتعمل. لو حد من الاقارب من الاسره مريض تعالى معايا نزور في وممكن اقولها له بطريقه اصلا مش عايز. وبعدين الولد بتبقى عايزه معامله معينه، انا مش عايزه ابقى لوحدي، طب تعالى معايا اصل الطريق كذا فحبك توصلني وايا كان. فهو انا بقول لكن لو قلت له بشكل لازم تيجي عشان كذا هو ما بيحبوش الاوامر، ما ينفعش معاهم الطريقه دي. هم بقت عندهم ريديتي تصلب في الافكار، انا ما ينفعش غير رايي انا اللي يمشي وانا مستقل. بالذات سنه مراهقه ده صعب جدا ده في التعامل، عايز تعامل معين ما اقدرش. وبعدين مش دايما، مره ومره، لانه لو حاسس طول الوقت ان انا بفرض ارائي عليه هينفر وهيرفض ده لانه عايز يحس باستقلاليه. صحيح. يعني من هم صغيرين كده يا دكتور نبتدي لسه اللي هو ايه، انا بفرض رايي عليهم الحمد لله لسه مسيطره يعني على الموضوع، نبتدي نشركهم معانا في المواضيع. روحي يا حبيبي مثلا خد الطبق الفلاني ده، خبط على جيراننا، اعمل كذا، حاضر، هو هيفرح ورايح. نبتدي نعودهم من هم صغيرين تعالى معانا فرح، تعالى معانا عزا، تعالى نزور مريض، عشان لما يجي يكبر يكون متعود على ده.
ساعات الاولاد في المدرسه يقولوا لهم عايزين نعمل ديش بارتي. ديش بارتي فخد حاجه فايه طب انا هنا بعوده على فكره المشاركه. فاقول له طب ايه رايك صحابك بيحبوا ايه، تعالى ناخد كذا واخده معايا وانزل ونروح نجيب الحاجات واخليه يودي المدرسه، وبعدين لما يرجع ايه الاخبار، ده انبسطوا من كذا. فبعوده هنا على فكره المشاركه وعشان استبعد فكره الانانيه كمان من تصرفاته. جميل. الحقيقه موضوع مشوق وجميل، وهنعرف لسه في حاجات اكتر، بس هستاذن حضرتك واستاذن مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب طبعا بضيفتي الكريمة الدكتورة ريهام محي الدين، استشاري علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. السيكولوجية المصرية يا دكتور، شايفة ايه اللي ما تغيرش فيها ومش هيتغير ابدا؟ يعني مهما رحنا مهما جينا مش هيحصل تغيير. المشاركة الاجتماعية. يعني مهما حصل بتبصي تلاقي في المشاركة الاجتماعية سواء في جوانب الافراح او الاحزان او المناسبات ما زالت موجودة. تمام. ما تأثرتش على اختلاف الطبقات الاجتماعية. كل بيعملوا بشكل مختلف. تمام. يعني ممكن يكون مثلا المناطق الشعبية بتعملها بشكل مختلف عن الطبقات الأعلى، ولكن في الآخر موجودة. تمام. يعني هي دي فكرة، دي أساسية. المشاركة الاجتماعية أساسي، والهوية. يعني مهما روح يعني الشخص انتمى إلى طبقة، لكن فكرة الهوية بتاعتنا اللغة والدين والثقافة عندنا ثابتة. بس جميل، بس بقينا نشوف دلوقتي يعني فكرة ايه، تلاقي الشباب بمعظمهم، ما دي برضو حاجة جديدة على مجتمعنا، احنا برضو عايزين ايه، ماشي تعلم لغات، اعمل حاجات كتيرة، بس خليك برضو اتكلم باللغة العربية. فكرة ايه، نيجي نتكلم الشباب مع بعض الفرانكو عرب. يا اما الانجليش الصريح في كل المصطلحات، ده تعليم كويس، بس برضو شايفة الشباب بتعمل ايه، يعني نوجههم ازاي ان هم لا حافظ على لغتك، حافظ على هويتك المصرية. بس اقول لحضرتك اصل في حاجات اللي هو محاوله المقاومه قد تؤدي الى الكسر. بمعنى ايه؟ يعني هو ده بيحصل، هتلاقي كده في مرحله عمريه من المراهقه كده لغايه بدايه دخول الجامعه، يعني من 15 او من 14 ل 18 مراهقه متاخره مع بدايات كده نهايه الطفوله. هو مع الوقت لما بينخرط في الجامعه ويبدا يكبر شويه ويتخرج، كل ده بيرجع تاني يستقر. ولكن هو اللي بيحصل ان اللي بيحصل ده نتيجه اللي بيحصل بالمجتمع، فانت مش هتقدري يعني تفصليه تماما عن اللي بيحصل في المجتمع. انت بتحاولي والتربيه والتعليم بتحاول، وداخل المدارس بيحاول. اوكي، اذا هو طول الوقت شايف ده قدامه. يعني اللغه العربيه متداوله، تم تثبيت تدريسها في المدارس، موجود. حضرتك بتتكلمي معاه في البيت عربي، ما هو برضه ساعات بيبقى الاب والام اصلا
بيتكلموا باللغة الإنجليزية في البيت. صحيح. بعض المنازل الناني اللي موجودة فيها بتتكلم باللغة الإنجليزية. أيوة. طب أنا هطلع ابن ثقافته عامل إزاي؟ ما يعني في عبء كبير على الأسرة. الإعلام بيعمل دور، المدرسة بتعمل دور، لكن الأسرة لها دور كبير جدا. صح. إن أنا أصلا داخل البيت حتى لو ابني بيتكلم بالإنجليش أنا أرد عليه باللغة العربية. وكأني بقول له أوكي يعني اتعلم براحتك لكن لغتك هي الأساس. لازم. انا في اسر كتيره جدا حريصه جدا على فكره، ما زالت، ودي حاجه مهمه، حفظ القران الكريم. القران الكريم بالظبط. ليه بقى؟ لان أيوة. القران الكريم لغه. لغه صح. يعني طبعا تعلم العادات والتقاليد والدين والصح والخطا وتعليم الدين، ولكن اللغه وهو من اكتر الحاجات اللي بتقوي اللغه العربيه طبعا. فما زالت يعني انا بلاحظها بصراحه في اسر كتيره جدا رغم ولادهم في مدارس لغات وانترناشونال واوا، ولكن الاقيه بيقول انا عايز حد يحفظ ابني القران الكريم لانه مدرك حتى ولو ما حفظش كله اهميته جدا عشان اللغه العربيه. صحيح. عشان استخدام اللغه. ده مشكله بنلاقي الشباب يقول لك لا اصل انا للاسف ما بعرفش اعبر عن اللي انا عايز اقوله الا بالانجلش مثلا او باللغه اللي هو متعلم. فدي كارثه. دي مشكله يعني. امال اللغه العربيه فين؟ اتعلم اللي انت عايز تتعلمه بس اللغه العربيه. جميل. طب انا استاذن حضرتك، معانا استاذه اسماء من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي سؤال. انا فرحانه والله مبسوطه ان انت حضرتك جدا. ربنا يخليكي. ميرسي يا استاذه اسماء، الف شكر. ربنا يجعله دايما نافع يا رب. يا رب يخليكي، تسلمي. اتفضلي سؤال. هسال. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. بقول لحضرتك مشكلتي ان انا مش عارفه اتعامل مع اولادي، ان كل ما حسيت بعنف واللي هو بحس لو عملوا غلط عايزه اتعامل معاهم بكل حاجه بضرب، مش عايزه اتعامل معاهم بود ولا مثلا ان انا اتكلم معاهم او افهمهم. ما بقاش ليا طاقه ان انا اتعامل معاهم بحنيه ولا المسايسه. تمام. حاضر. انت عايزه تعرفي تعملي معاهم ايه يعني؟ وانا وصلت لمرحله اني خلاص ان انا مش قابله اصلا اني اسمع منهم اي كلام خالص. انا كنت الاول بذاكرهم وبعمل لهم كل حاجاتهم. دلوقتي لا، مش قابله اي حاجه خالص من اي. انا هستاذنك في حاجه. اولادك يعني ما شاء الله عندهم قد ايه؟ واعمار كم حد واعمارهم ايه؟ 12 و14 سنه. 13 سنه. 12 ده ورا بعض اهو، يعني سنه فرق. ما طبعا ده انت يعني خلاص بتشتغلي. طب بتشتغلي؟ لا لا، ربنا. ماشي. اي سؤال تاني؟ خلاص هنرد عليكي يا استاذه اسماء. حاضر. شوف احنا قاعدين نقول البيت والاسره والام الام والاب ما بقوش قادرين. ليه بقى؟ اولا هم في مرحله عمريه ما ينفعش فيها. اولا هي فكره الضرب في حد ذاتها او العنف مرفوض. مرفوضه تماما، ممنوعه تماما. لان احنا في طرق كتيره جدا ممكن نستخدمها مع اولادنا تخلي السلوكيات السلبيه او الاخطاء لا تمارس ولكن بشكل ادمي. جميل. لا يعني مثلا صغار السن عاده اللي هم الاطفال الصغيرين عايزين بيعتمدوا قوي على فكره انا بديله تعزيز ايجابي بحاجات ماديه او بخروج او بحاجات بيحبها. فاللي هيحصل ان انا شبه كده هعمل معاه زي تعاقد، هقول له احنا هنعمل مثلا السلوك الفلاني، طب في المقابل لو عملت السلوك الايجابي ده هنلقى مكافاه معينه، او اسحب هذه المكافاه، او امتنع على القيام بده. ده صغيرين. تمام. مع الكبار قد يكون في بعض المواقف بعد ما نبهه مره واتنين ساعات بستخدم التجاهل. لان الولاد بمعنى ايه؟ انا لو الابن متعود ان انا يجي من بره اتناقش معاه ان احنا بنتكلم ان انا كذا، وبعدين عمل السلوك الخاطئ مره واتنين وتلاته واربعه. تمام. الولاد ايا كان، ولكن هو عنده ارتباط نفسي بالام. فتبتدي تعزف عن التعامل في بعض المواقف، هيبتدي يحس بنوع من التهديد، هيتراجع. يخاف ان مامته قال لك انا هفقد مصدر هذا التعلق الامن ومصدر الدعم وما الى ذلك. ليه؟ الاولاد بتلعب على فكره ان انا اضغط عليك، اضغط على الام او على الاب، انا هضغط عليه هيحقق لي الطلب ده، انا هضغط عليه فهيرجع يكلمني. لا انا استخدم معاه اسلوب. وفي نفس الوقت الضرب ما بيخلقش، ما بيربيش ولا بيعلم سلوك جيد. الضرب يؤدي الى مزيد من العنف. يعني صحيح. انا لو ضربت ابني هيبقى عنيف. انا لو ضربت ابني هيفقد شعوره بالامان ناحيتي والحب والاحترام. يبقى انا ما كسبتش حاجه. ثانيا بقى ساعات بيبقى السبب الاساسي انه هذه الام تعاني اصلا من مشكله. مشكله مع الشريك، او مشكله ظروف اقتصاديه تعانيها، او مشكله ضغوط ومسؤوليات. فبيبقى مش السبب الاساسي الولاد،
لا هو الولد ده بيعمل سلوك واحد، لكن انا عندي 10 متغيرات ضغط عليا. اه بالظبط كده. طيب الولاد بقى، يعني احنا لسه عاملين نتكلم برضو في قصه، لان الشباب احنا جيل ناشئ وجيل مهم جدا، وخلاص يعني الدول كلها بتعتمد على الشباب، فلازم الشباب اللي احنا بيطلع كده لازم يكون عنده هويه، عنده عادات وتقاليد محتفظ بيها، وتعلم اللي انت عايز تتعلمه، بس لازم في حاجات تكون اساسيه في حياتك. فكره ترشيد الاستهلاك، فكره الاسراف، بقينا برضو الشباب او نقول ايه، في جزء كبير، مش كله طبعا، بس برضو في جزء كبير طالع اللي عايزه بيعمله، اللي عايزه محتاج ده هجيبه على طول، مش هفكر. ما عندهمش برضو فكره ترشيد. احنا دايما طول عمرنا متعودين نقول الشعب المصري جدع، لما بيمر بازمات من ايام الحروب ومن ايام زمان لما كنا متعرض لاي مشاكل، عندنا القدره ما شاء الله علينا ان احنا نقول لك بنربط على بطننا بس ونعدي الموقف ده. في جدعانه كده، وفي نعرف ان احنا نرشد استهلاكنا ونعرف نعمل ايه. عايزين بقى نعود ولادنا على الفكره دي. ماشي يا حبيبي، انت الحمد لله ربنا كرمك، بس برضو لازم تتعود فكره مش اي حاجه تشتريها، الحاجه اللي انت محتاجها بس الاساسيات، ترشيد الاستهلاك. نعودهم ازاي بقى الجيل ده في ظل التكنولوجيا وفي ظل الحاجات اللي هم بيتعرضوا لها دي؟ انا عايزه اقول لحضرتك حاجه من الحاجات اللي عجبتني، ان في اكتر من جهه عملت فكره النشاط الصيفي. بمعنى انهم بيسمحوا للولاد انهم ينزلوا شغل في اعمار صغيره في الصيف. اه صحيح، موجود. لقيت سلسله من الماركت ومن المحلات المشهوره، عامله كافيهات كتيره فعلا لا ده انا لقيت ده، والولاد يعني كان في حد اشتكى لي من ابن عنده 15 سنه. ففكره طول الوقت هو شايف انه المفروض انه لو طلب اي طلب يحصل عليه، ما بيقدرش، وانه بابا وماما مسؤولين عن خلق ده بايا كانت الظروف. فقلت لها طب انا هطلب منك طلب، نزلي الولد في الصيف المكان الفلاني، كان مكان سامح بده. انا عايز اقولك ان الولد في الثلاث شهور دول اتغير 360 درجه، لانه فهم يعني ايه اعتماد، اقعد اشتغل. وبدأوا معاه باربع ساعات في اليوم، وابتدوا لغايه ما وصل 8 ساعات. ابتدى يفهم انه المبلغ اللي بيكسبه ده هو بقى ما بقاش بيعمل زي ما كان بيعمل مع باباه. ابتدى يستخدم الفلوس بشكل جيد جدا. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اشتري تيشيرت. ما راحش اشترى تيشيرت ابو 1000. اشترى في حدود امكانياته المناسب المناسب ليه. وابتدى يعتمد على حاجه ثانيه بقى، فكرته انه يبقى انا كده انا مستقل، بس مش مستقل كلام. أنا مستقل بالسلوك أنا عملته. ابتدى يفهم يعني إيه نظم نومه، فالولد اللي كان بيرجع متأخر ابتدى عارف إنه لازم ينام في التوقيت المعين عشان هيصحى بدري، عشان هو عنده اعتماد، عنده شغل لازم يروح. في مسؤولية وراه. دي عنده مسؤولية. لو أنا عندي حد في البيت أعود ولادي فكرة على فكرة المسؤولية. ما أنا أعوده على ده. ده سن سلوكية، الأصغر بقى سن أعوده. أيوه الأصغر. الأصغر سن. طب انا عايز، انا مثلا افترض بدي مبلغ معين كل يوم المصروف بتاعه وبيجيب حاجات. فابتدى يطلب حاجه اكبر. تعالى اعوده بقى على فكره الادخار، ينزل معايا في مكتبه كده لطيفه، يختار حصاله شكلها لطيف باختياره بالالوان اللي بيحبها، واقول له دي هديه مني. طب انت عايز ايه؟ عايز اجيب كذا، انا هجيب لك كذا، لكن العنصر الثاني اللي انت عايزه هنعمله من مصروف. فابتدى يجي يقول لي ايه ده انا بقى معايا كذا، ده انا معايا 100 مثلا، ده انا معايا 200. طب تعالي بقى ننزل نروح، اقول له تعالى بقى ننزل نجيب الحاجه اللي انت عايزها. مره مع الثانيه مع الثالثه هو بقى خلاص انا ما بقاش خاضع لتصرفاتي، ده هو عرف ان ده المكان اللي هيشيل فيه عشان اخر الشهر هينزل يجيب الحاجه اللي هو عايز يعملها. لدرجه بعد كده تلاقيه ولد جاي يقول ايه، انا عايز اروح اجيب، راح لبابا قال له انا عايز اجيب هديه في عيد الام لماما او في عيد ميلادها. لان هو خلاص بقى عنده قيمه احترام انه يعمل ده معتمدا على نفسه. وما بقاش فكره الاعتماديه. وانا زي ما حضرتك بتقولي بعمل ده من وهو صغير، شويه شويه مخزون بقى بيتكون، مخزون عنده في بيتكون. وبعد في نفس الوقت برضه بقيت تاني انا مرقاه لاولادي، ما هو لو شايفني انا بصرف بشكل يعني صحيح. أيوة. فطب وانا كمان هاتلي. عند حضرتك هنكمله برضه، الموضوع ده مهم جدا. بس استاذنك معانا استاذه جنى من الشرقيه. السلام عليكم. معلش استاذنك بس تسمعينا من التليفون، بلاش التلفزيون خالص. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور بس انا عايزه اسال سؤال. اتفضلي. عندي بنتي عندها 7 سنين. بنتك؟ بنتي عندها 7 سنين. اللهم صل على النبي. هي بنت خالتها قدها، وهي عندها 3 سنين كانت هي بتضرب بنت خالتها، فكانوا دايما هناك بيفضلوا يزعقوا لجنى. تمام. جنى اصبحت ان هي بدات تخاف.
انا علشان مش هزعل اختي ومامتي فكنت بكشف بنتي وامد ايدي عليها. فمازال لحد دلوقتي جانا، هي دلوقتي عندها 7 سنين بس بتخاف مني. بتخاف مني خوفا مش احتراما ليا، لا ده بتعمل الغلط من ورايا. مثلا لما تكون عند مامتي تتصل عليها تقول لي ده بنتك ضربت مش عارفه مين، ده بنتك عملت ايه، تيجي قدامي تفضل خايفه وتعيط وتتفعل. خلاص دلوقتي هي بتخاف مني خوفا بس، مش ان هو احتراما ليا. مجرد الخوف عشان ما تضربش. خلاص وصلت يا استاذه جانا، حاضر هنرد على سؤال حضرتك. بنتها من وهي 3 سنين عندها بنت خالتها نفس السن، كانت احنا دايما عندنا مشكله الاب والام يعني عشان يبانوا انهم مربيين فبنيجي على اولادنا قوي. اولا هنتوقف، يعني لو هي لسه بتعمل كده هنتوقف عن فكره الضرب تماما، خلينا نتفق احنا قلنا في العنصر اللي فات موضوع الضرب مرفوض. ثانيا ترجع لها بقى الامان ازاي كده بقى، دي مشكله كتير جدا. من الدراسات قالت ان الحضن علاج كبير جدا لمشاكل اولادنا. لدرجه ان في حالات توحد. حالات توحد الدراسات كانت بتتكلم عن انه من الحاجات اللي لعبت دور كبير قوي في علاجهم هو فكره حضن الاب والام. والام بقى بالدرجه الاحتواء الأولى. يعني الاحتواء. فكره الاحتواء. حضرتك بنتك محتاجه تستعيد فكره الشعور بالامان ناحيتك. حتى لو هي رفضت صر انك تحضنيها مره واثنين وعشرة وخاطبي عقلها. الطفل الصغير اللي احنا بنفتكره صغير لا، هو واعي جدا. قولي لها انا بعترف، اقعدي معاها لوحدكم، اني غلطت في يوم من الايام لما كنت بضربك. وانا لما سالت وقعدت فكرت وقرات ادركت ان انا غلطت معاكي. ما كانش ينفع اعمل كده. واحنا عايزين نرجع صحاب ونرجع كذا. في الاول البنت هتسمع الكلام وهتسكت. مطلوب من الام افعال بقى، اهتمام، احتواء، تخش تقعد جنبها وهي بتنام، تعمل حاجات هي بتحبها، تاخدها وتخرج، تبدا تقرب منها عشان تستعيد فكره الشعور بالاستقرار والامان والتعلق الامن يرجع لها مره اخرى. صحيح. تبتدي تتفق مع اخواتها لو لها خالات او مع اقاربها انهم يقولوا لها انت مش متخيله يا جانا ماما بتحبك قد ايه. انت مش متخيله انت ايه بالنسبه لها، بس هي كانت بتضربني، هي غلطت وهي كذا، بس كلنا بنغلط، مش انت لما بتغلطي ماما بتسامحك؟ مش كذا. صحيح. الاطفال اللي احنا بنفتكرهم اطفال وكده لا، هم عندهم كتير قوي من الوعي. شويه شويه ده هتستعيد. وبعدين هي لازم يكون بالها بقى طويل شويه في القصه. ليه؟ لان ده بقدر ما حضرتك عديتي 4 سنين بنتك فقدت هذا التعلق الامن، ممكن الامر ياخد شويه وقت بمزل مجهود من حضرتك. جميل. لازم فعلا تبذل المجهود. هنكمل مع حضرتك لكن استاذنك استاذ مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في سمات الشخصية المصرية. الشخصية المصرية دايما عندها انتماء،
يعني احنا منتمين للوطن بتاعنا، عارفه دايما اللي هو يعني ايه، لا ما فيش حد يقول علينا حاجه، عندنا يجي يحصل ازمات تبص تلاقينا احنا حائط الصد. صحيح. في اي ازمه بنمر بيها واحنا فعلا اللي بنساعد في حل الازمات دي، احنا حائط الصد دايما فعلا في كل حاجه. نرجع ده برضو ازاي اكتر؟ عندنا برضو احنا بنتكلم في فكرة ايه، لان التكنولوجيا للأسف اثرت، مش اثرت، خلتنا ايه، في كسل شوية، في حاجات كده، في شعور مثلا بالسلبية تجاه الحاجة، تكبير دماغ زي ما بنقول، عندهم انتماء بس حصل شوية حاجات كده. نرجع فكرة ان احنا لا، احنا منتمين لوطننا، احنا حائط الصد، احنا اللي بنقف وسط الازمة وندافع، نرجع ده ازاي؟ نعود شبابنا على ده ازاي تاني؟ استاذ مروه، هو موجود صحيح طبعا، بس زي البرواز الصوره اللي عليه شويه تراب. بدليل ان اول ما بتحصل مشكله، يعني لو حد وقف، لو احنا مجموعه طلبه في الجامعه ولا احنا في شغل ولا في حاجه، وحد بس قال كلمه على مصر، كل الناس بترد. صحيح. وبترد بقوه وبتدافع، فهو موجود ولكن عليه بعض الغبار. امتى بيظهر؟ لما يتعرض كانك فعل ورد فعل، انه حد يفكر يمس ده. لكن لو دورتي على كل الجهود اللي معموله في البلد كلها متوجهه نحو فكره تاكيد على الهويه، تاكيد على فكره الانتماء، في مجهود معمول. صحيح. كل الكبار لما يجوا يتكلموا، لو حضرتك قاعده مع ابنك وجي اي فيلم ولا حد اتكلم، فيلم الممر، فيلم مع مسلسل الاختيار، مش عارف، تلاقيكي عماله بتتكلمي بقلب قوي. صحيح. فابنك سامع ده. فالاعلام عامل دوره وبيحسوا بحماس جدا، وبيحسوا بحماس. يعني انا اتفاجئت ان في ولاد كتير لما شافوا مثلا مسلسل الاختيار كان في فيدباك غريب، الناس كانت مستغربه على الشباب اللي احنا بنقول عليه انه ما عندوش هويه. صح. لا، هم عارفين وحاسين. انا ابني كان بيعيط يا عيني، لسه صغير بس متاثر جدا، كلهم متاثروا. لما بيجي فيلم زي فيلم الخليه او الممر او اي فيلم من الافلام اللي بتركز على النقطه دي، لا، رياكشنهم بيبقى واضح جدا، حتى لو ما مروش بالاحداث. صحيح. ما شافوش حاجه، ما شافوش. فعلا، او مش فاكرين، مش كمان فاكرين يعني، حتى او الاصغر سنا. بالظبط. موجود يعني، موجود. جميل جدا. التدين بقى، التدين من السمات المصريه المعروفه، يعني دايما فكره الدين، حتى دايما يقول لنا ايه، بدون افراط ولا تفريط. صح. فكره الوسطيه. هنتكلم بقى عن الجزء الديني، بس انا معايا على التليفون دكتور حسن القصبي، الاستاذ بجامعه الازهر. زي حضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا استاذه مروه، اهلا بيكي وبضيفتك وبالساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. احنا النهارده بنتكلم على سمات الشخصيه المصريه، ومن اهم سماتنا فكره التدين يا دكتور حسن. يعني ده دايما الطريق اللي بيخلينا ايه، حتى لو مشينا شويه كده يعني عوجنا في الطريق، لا، بنرجع تاني على الخط المستقيم. ده ديننا الحنيف، ودايما بيخلينا ان احنا في دايما اعتدال، لا في تفريط ولا افراط في اي شيء. ازاي نفضل بقى محافظين على الوسطية في تعاملاتنا وفي ديننا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، الدين يغزو القلوب والعقول والأفئدة، ويحرك المشاعر ويهدي الناس وينظم لنا الحياة كاملة. لأن الخالق جل وعلا عندما خلقنا لم يتركنا في هذه الحياة، وإنما نظم لنا كل شيء فيها. صحيح. نظم لنا العلاقات، نظم لنا المعاملات، نظم لنا الآداب، قوانين إلهية يا أستاذة مروة. صحيح. نظمت لنا كل شيء. صحيح. غاية الأمر أن نتعرف عليها بحق المعرفة بالوسطية اللي حضرتك ذكرتيها الآن. لا إفراط ولا تفريط. وبالتالي الإسلام جاء بهذه الوسطية. الوسطية دائما هي التي تحافظ على المجتمعات، الوسطية دائما هي التي تحافظ على الأسر، الوسطية دائما هي التي تعطي الحقوق وتحفظ الحقوق ولا تهدر حقا لأحد على الإطلاق. هذه الوسطية موجودة في كل مظاهر الحياة. أيوه، صورها إيه بقى يا دكتور حسن فعلا؟ أيوه، نجدها في العبادات، العبادات وسط ما. صح. أمرنا الله عز وجل بشيء يشق علينا. نجدها في المعاملات، أنت حضراتكم بتتكلموا الآن في البرنامج المبارك عن الهوية والشباب وكيف نحافظ على الشباب. الإسلام بوسطيته رسم لنا منهجا كيف نحافظ على هذه الفئة، كيف ننشئ النشأ على وسطية الإسلام، معرفة الإسلام والانتماء لدينه والانتماء لبلده. صحيح. والانتماء للمكان الذي يعيش فيه والانتماء لأسرته. رسم له كل شيء. غاية الأمر
كما تفضلت الدكتورة ربنا يبارك فيها، البيئة التي ينشأ فيها الطفل بداية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبدأ الرعية الأولى أن تقوم بمهمتها. الابن والآباء الصغار يحتاجون في البداية إلى قدوة. صحيح. القدوة تنشأ من من؟ يعني من المحيط الصغير. من المحيط حضرتك ده أنت ذكرت يعني النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها مع الدكتورة، الانتماء والوسطية. احنا كمان اتكلمنا على فكرة الأكل واللبس يا دكتور، فكرة الاستهلاك بتاعنا برضو، يعني الدين هنا حسنا على الوسطية في ده، يعني فكرة ترشيد الاستهلاك في حياتنا. احنا قلنا أستاذة مروة وسطية في العبادات، وسطية والمعاملات، صحيح، وسطية في الأخلاق، وسطية في الآداب. الطفل لما يتربى بين أبوين يتعلموا هذه الوسطية، فنجد أنهم لا يغالون في الشراء، ولا يغالون في أنهم لا يأخذون الاحتياجات الأصلية، لا يغالون في الطعام فيمدون فيه، لا يغالون في الشراب، لا يغالون في كل شيء، وإنما يتعود على الوسطية من صغره، سينشأ على ذلك، سيتربى على ذلك، سيكون هو الذي سيحافظ على هذه الأسرة فيما بعد، يحافظ على هذا الوطن الذي يعيش فيه، يحافظ على هذه المكتسبات التي من الله بها علينا. الدين يحفظ لنا الأخلاق ويحفظ لنا الحقوق. غاية الأمر أن تتشارك كل الوسائل في ذلك، من أول الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة إلى المسجد إلى الإعلام، كل الوسائل. كل الوسائل، صحيح. يا أستاذة مروة، لابد أن يكون لها دور، لأنه لا ينفع عمل منفرد على الإطلاق. صحيح. دكتور حسن، في كتير يعني تبص لي ممكن يكون إيه قدراته بسيطة جدا، ويروح يشتري حاجة أغلى من قدراته، أعلى من قدراته، هو ده أصلا حلال ولا حرام يا دكتور حسن؟ الإنسان المفروض لا يكلف نفسه فوق الطاقة، إذا كان ربنا يا أستاذة مروة من فوق سبع سماوات، صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبناؤنا وشبابنا لابد أن يعلموا أن كل إنسان له ما يناسبه، صحيح، وقدر الله الأرزاق بين الجميع، والله عز وجل لم يفاضل بين أحد بكثرة مال ولا بقلة مال. صحيح. يعلم جميل شباب. يعلم شبابنا أن المظهر الطيب ليس بمغالاة اللبس، بالمغالاة. المظهر الطيب ليس فيه مغالاة، قد يكون مظهرك طيب بأقل الأشياء. نفسك الطيبة هي التي تجعل القلوب تميل إليك. صحيح. يعني أنا دكتور حسن أنا برضو عايزة رأيه كده واضح وقاطع في الموضوع ده، الموضوع ده فعلا بيبقى حلال ولا حرام، فكرة أن أنا أشتري حاجة أغلى؟ لا، يكره الانسان ان يشتري شيئا ليس في طاقته، في كراهيه. يا ما نعملوش يعني، ما نعملوش. يكره للانسان ان لا يفعل شيئا فوق طاقته. يكره للانسان ان يدين نفسه بمال او ان يدين نفسه لغير شيء. ونعود ولادنا على ده، فكره انا لازم يتعود ان انا مش معايا، ان احنا نعمل كده، ان احنا بنشتري كل طلباتنا او كل مستلزماتنا يعني على حساب الميزانيه بتاعتنا في البيت، انا ميزانيتي كذا. ونصحح المفاهيم يا استاذه مروه، ليس مكانتك في المجتمع بما تلبس، ليس مكانتك في المجتمع بمظهرك، مكانتك في المجتمع باخلاقك، بادابك، بمعاملاتك، مكانتك في المجتمع بعلمك الذي تنميه في نفسك، مكانتك في المجتمع بما تنفع به الناس، مكانتك في المجتمع بما تصلح به بين الناس، يبقى المكانه ليس في المظهر. بالظبط. مكانته ليس في المظهر. بالزبط. وإنما المكانة في الجوهر الداخلي وفيما يظهر من أخلاق بيننا. صحيح. دكتور حسن القصبي الأستاذ بجامعة الأزهر، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا وتوضيحك لهذا الأمر. يعني في النهاية احنا جبنا الموضوع هو عادات وتقاليد ودين، كل حاجة بتقول لنا ان احنا يكون عندنا اعتدال. صح. ان احنا نحافظ على هويتنا بأساليب معينة، اللغة العربية، حفظ القرآن الكريم. مش هنقول ان التكنولوجيا غيرت نقول فينا حاجات فنمنعها، لا، مش هنقدر نمنع ان خلاص كل حياتنا بقت معتمدة عليها، بس فعلا في نقاط كده نعيد تاني عشان برضو كل المشاهدين دلوقتي يسمعوا ونأكد عليهم. اللغة العربية، عاداتنا وتقاليدنا، حفظ القرآن الكريم، لان ده فعلا مهم جدا. الاهتمام باللغة العربية، زيارات المتاحف والأماكن الأثرية، الاهتمام بتربية الأبناء، تشجيع الأسرة على فكرة الزيارات العائلية، العودة لفكرة النشاط الاجتماعي داخل الأسر، المشاركة الاجتماعية في الأفراح والمناسبات، عيادة المريض والجيران، وفكرة الرجوع للسلوكيات والعادات المرتبطة بالمجتمع. صحيح.
يعني دكتورة أنا بجد سعيدة جدا بلقاء حضرتك وبشرتيني كده أن احنا الحمد لله فعلا احنا لسه الجدعانة فينا والأصالة فينا وعمرها ما هتنتهي لحد يوم الدين. الشعب المصري من أجمل الشعوب المصرية طبعا. بس برضو بنأكد تاني لازم نحافظ لأن هي دي هويتنا، هي دي الميزة اللي بتميزنا في وسط دول العالم كله، فكرة عاداتنا تقاليدنا حفاظنا على الحاجات البسيطة اللي بنعملها اللي هي أخلاقنا الحلوة اللي بتبان في كل مواقفنا الصعبة والحلوة. لازم نحافظ على تعاملاتنا، نحافظ كمان على تواصلنا بيننا وبين بعض داخل الأسرة. جميل جدا يعني في مبادرة حلوة جدا اللي هو التأكيد على اللغة العربية في المدارس، حتى في المدارس اللي بتتعامل باللغات بالظبط نحفظ نتعلم اللغة العربية أكتر لأن هي دي اللي بتميزنا قوي يا جماعة. لغة القرآن الكريم نحفظ القرآن الكريم ده هيساعدنا لو في فعلا أولاد في مدارس أجنبية احفظوا القرآن الكريم من وهم صغيرين. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، نتعلم القرآن الكريم اللغة العربية واعمل بقى اللي انت عايزه هو ده هتلاقيه بيوجهك الاتجاه الصحيح. دكتورة ريهام محي الدين استشاري علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بشكر حضرتك جدا على لقائك، لقائك جميل واتمنى تكوني برضو ساعدتي معانا بهذا اللقاء. بشكركم مشاهدينا الكرام وغدا بإذن الله حلقة جديدة من برنامج البيت، دمتم في رعاية الله.